سمي سبباً يدفعك على خسارة الوزن. حلو، أنت راح تجاوبين. طبعاً أنا عندي أسباب كثيرة، لأنه يوم أسمن يوم أضعف يوم مو يوم. شنو؟ ما هو السبب اللي شجعك أو يدفعك على أن تنزلين وزن؟ عندي مناسبة. ها؟ عندي مناسبة. عندي من أجل مناسبة. من أجل مناسبة. من أجل مناسبة معينة. شنو؟ من أجل العرس. آها، ممكن. خلينا نشوف هذا السبب. من أجل دواء. خطأ. هذا لازم تتحضرين قبله. دكتور خالد. الصحة البدنية. نعم، وأعلى احتمال.